اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. وهذا سائل يقول: هل يجوز عند ركوب المصعد أن نقول دعاء ركوب الدابة؟ نعم، لأنه مركوب، كذلك السيارة والطائرة والسفينة هي مسخرة. نعم، وإن كانت مصنوعة لكن الله سبحانه وتعالى من على ذلكم الإنسان الذي صنعها. نعم، فأعطانا التحكم فيها. نعم، فأعطانا الله بعد ذلك التحكم فيها، أقدرنا على التحكم فيها، أقدر الصانع على صنعتها، وعرفنا منه التحكم فصرنا نتحكم فيها. نعم، وإن شاء سبحانه وتعالى وقفها فلا تصعد ولا تنزل.